كان في عضلة الفرخة اخرها حاجة بيضة كده اسمها القوشة هو كده بالضبط نروح نستمتع وهو بياكل مناخيرك دي قدام غضاريف تبقى كارد وانك دي كارد يبقى كارد الجسمين نوع من اسماء الانتجة بالمصر استنى كده انا جاي يبقى احنا والطعمين كويس يبقى هيبقى عندنا نسيم اسمه كارد اسمه ولاد كارد الكارد دي التاني لاتيني كده اسمه كوندرام وكلمة كوندرام دي ولاد لو عملت كده معاكم كلمة اسمها كون درام كلمة كوندرام دي بمعنى كلمة كارد وكلمة كارد من الدولات كارد تليت يعني مضروب يبقى عندنا في كلمة اسمها ولاد كارتلش اللي بمعنى كلمة دي ولاد كونترا اللي بمعنى كلمة دي ولاد أضو تمام لو أنت الكارتلش بتاع أي حتة جسمي سي دي عظمة من العظم بتاعي العظمة ديت هلاقي كده مثلا صح معايا بس ما حدش يبطل حاجة ببص لك كده ولاد قدر كده ادي المنظر بتاعنا بص ولاد معايا كده على سبيل المثال اب دي لور اند بتاعت عظمه وابر اند بتاع عظمه اللي بيغطيهم ده اسمه ايه ولاد كارتج الكارتج بتاعنا هو نوع من انواع الانسجه الموصله ده مقطع في الهيستولوجي بتاع كارتج الكارتج موجود في جسمنا في اماكن كتيره جدا يبقى بالتالي لما امسك عظمايه الاقي طرفها لفوق او طرفها لتحت عليه حاجه بيضاء اسمها ايه الحاجه البيضاء دي اسمها كارتج وكارتج بالانجليزي ليه اسم تاني كوندرام اسمه ايه؟ كوندرام طيب الكارتج دوت احنا اي حاجه في جسمي محتاجه اوعيه دمويه تغذي واعصاب احس بيها الكارتج في حاجه غريبه جدا ما بيمشيش جواه لا اوعيه دمويه ولا اعصاب طيب ده معناه ما بيحسش يبقى الكارتج دوت اطعم ما يحسش انما انت حس بقى لو العظم اللي تحته وظل الاذيه يبقى الكارتج بيغطي عظمه لو الورم التآكل بدا يوصل للعظمه يحصل القلق بعضنا بيسمع عن تآكل المفاصل اكيد سمعتوا عنه تآكل المفاصل دوت يبقى العظمه بدات تتاكل الكارتج بدا يتاكل لغايه ما توصل مين يا ولاد للعظمه وبالتالي الصوره دي لما حد سرحان المنظر ده حلو جدا طبعا تبقى دكاتره دول مفصلين ركبه يمين ركبه شمال ايه اللي في الركبه دي وايه اللي في الركبه دي لو شايفين ركبه سليمه وركبه ايه ولاد متاكله وده لو عندك جلدتك كبيره وتخين شويه كده يقول لك عندها خشونه في الركبه بتتحرك بصعوبه ده معناه ان الكارتش بدا يحصل يا ولاد دين لو الكارتش تاكل لغايه ما وصل للعظم يعمل سيفير دين انما طول ما بيتاكل ما وصلناش للعظم يبقى مفيش الام يبقى ده معناه ان الكارتش مفيش اعصاب ماشيه فيه في نفس الوقت الكارتش مفيش اوعيه دمويه طيب انت ازاي تعمل نسيج من غير اوعيه دمويه تغذيه بيشحت بيشحط من الانسجه اللي حواليه من العظم اللي قريب منه وياخد منه من حاجه اسمها السينوفيا الفيروس حاجات كده يعني بيشحط من اللي حواليه مش تفضل انما الشريان يمشي جوه الكارتج مفيش حاجه ماشيه جواه ولا يمشي فيه اعصاب يبقى الكارتج يتميز بانه يا ولاد مفيش بلاد فيسل تمشي فيه طيب الكارتج بتاعنا دوت لو جيت بصيت على ودني كده ودني دي مفروضه تديك حق انها صلبه انا ممكن اديك فترجع تاني فبيكون الكرش دي الصفه كده هحكيلكم على الكورد دلوقتي انه زي الرابر رابر يعني ايه رابر كده؟ مطاط يتوصف انه طف طف يعني ايه؟ جامد بس ريزيلينت يعني لين لو حد فاهم حاجه في اللي انا بقوله دوت ايه اللي طف واللي ريزيلينت في نفس الوقت فاهمين حاجه ولا لا؟ الكارتج منظره كده تقابل واحد اول ما تخش القسم تقول لك كده تبان عليه غلط ويطلع اطيب واحد في القسم عندنا مش كده لا ده منظره ايه لما كده طف انما حقيقته ايه لما كده لين
فكرت في نفس الوضع انا واقف كده وزي ما فوق ده الدماغ كلها كارتج اثنيها تاني بس ترجع تاني يبقى بتوصف انها ايه بقى لما كده فيها ليونه وليونه يعني ايه لما كده ريزيلينت يعني يا ولاد ريزيلينت فالناس اللي عندها ضمير وربنا عنده طبعا بوصلها كده مع بعض يبقى من صفات الكارتج اللي موجود عنده ان هو يا ولاد لما كده حد سرحان بنقول مع بعض الصفحه دي اللي هوريكم كده في اللي بقى شايفين قدامي كده مكتوب ان الكارتريج لو شايفين الرابري رابر يعني زي البطاط طيب من انواع الانسجه الموصله اتس طب وريزيليانت حد فاهم ايه معنى طب ريزيليانت كده منظره ايه جامد انما هل هو جامد حقيقه ولا ده لين يا عم بالتاني وبيعمل حاجات كتير قوي مكتوب ات هاز نو بلود فيسل شايفينها ولا لا مفيش بلود فيسل شايفين طبعا انا عايز اكبرها شويه بس مش هتكبر اكبركم شويه كده عشان الصبر شايفين فوق الجدار بتشوف اولا كده ات هاز نو ايه لو كده بلود فيسل طب وايه كمان قال ولا نيرفز ولا اوعيه لمفاويه الجيبس كتنتشر في الجزء باي ديفيوجن ديفيوجن يعني ايه انتشار من الحاجات اللي حواليه حاجه اسمها بريكوندريم بريكوندريم يعني الولاد بيتحولوا من بره احنا قلنا ان كلمه كارتليج يعني كوندريم واللي حلوته من بره يبقى اسمه ايه بريكوندريم يعني لو قلت انا اسمي مدحت يبقى قميص يبقى ايه بيري مدحت مش كوندر لا يبقى بيري يعني ايه بتحوط يبقى بيحوط حاجه تسمى ايه بيري وفي عند العظم هيبقى بيري اوستيوم وكذا يبقى بيري كذا يبقى بي ار اي اي يبقى معناها كلمه ايه بتحوط بتحوط الكارتش يبقى بيري كوندريا بتحوط العظم يبقى بيري اوستيوم وقصه هنعرفها مع بعض ده ملاف على عظمه الكارتش من بره مليان اوعيه دمويه ويبقى الكارتش بيشحت تركيبه الكارتش دي خلايا وشوية ألياف ومادة اللي هي الماتريكس المادة بتاعته القاهلية التشو بتاعه اللي ما كارتش نفسه. فكارتش ده ما حد فينا بيعمل رز بلبن عارف لو افتكروه ولا لا طبق الرز بلبن فيه اللي هي النشا باللبن دي واحد وفي شوية رز مش كده؟ وكمان شعر الست اللي وقع جواه ويبقى متقالي بقى ثلاث حاجات. الثلاث حاجات بقى ماتريكس او ماده اللي هي الكارتش تيشو نفسه والخلايا وهيبقى اسمها غريب جدا للشطار كوندروسايت تعرفوا كوندروسايت كارت وسايت يعني ايه خليه وبالتالي اللي هنبص عليه في السطر اللي هكتبه تحت دوت الطلبه الصحيح ان الكارتش النابض مش كام ده اولاد هيتكون من ايه الطلبه الصح معايا هنبص كده مع بعض نشوف ات كونسيست لو حد بص على كلمه كونسيست يبقى معلم قوي كبرها كده اهي ايه بقى اولاد كونسيست اوف ايه ماتيور كارتريج سيل ماتيور يعني ناضجه كارتريج سيل اسمها كوندرو سايت وشويه الياف فايبر تختلف من حته لحته والماده اللي هي اساس الكارتريج اللي اسمها ايه ماتريكس اسمها ايه ماتريكس الناس اللي عندها ضمير لو بصت الصوره ديت وقالت لي الصوره دي من الاف وكده عشان تبقوا راضيين بيها لو بصينا كده في اي صوره من دول وكبرناها كده ده حته من الكارت الخلايا موجوده والالياف بينهم والماده نفسها ده من بقول للطلبه من قبل ما انتوا تولدوا طبق رز بلبن والشعر اللي واقع فيه والرز نفسه رز يبقى مين الخلايا اللي اسمها ايه كوندروسايت اسمها ايه كوندروسايت اسمها ايه كوندروسايت يعني خليه سيتولوجي لو انتوا كنتوا كده الكلمه دي وكنتوا الكارت خليه الكارت الناضجه طب واللي حواليها الماده اسمها ايه ماتريكس وشويه الياف تمام اهم خصائص الكارتج انه ناعم طبعا زي ما بقول النهارده لو جاب فراخ او حد بيجيب من كنتاكي او اي حاجه من دول وجبت العظم تتفرخه اتفرجت عليها بعد ما كانت لحمها هتلاقي الطرف من فوق كده عليه القرقوشه نعم او ولا خشنه نعم طب ايه نعم قال عشان العظم يتحرك على بعضه كده يبقى الاحتكاك قليل جدا عشان كده لما بيتاكل بيحصل ايه لو ما كده شغله في المفاصل طيب هل الكارتج عنده قدرة على تحمل الضغط والكمبريشن ولا ما عندوش طبعا؟ ده انا رجلي دي شايلها رجلي دي والعضلتين راكبين على بعض كده دي عليها غضاريف ودي عليها غضاريف يبقى الكارتج يتميز بانه عنده قدرة على تحمل ايه لما كده الضغط والكمبريشن مش كده ولا يعني الكارتج يخلي الاسطح ناعمه فالحركه تبقى ناعمه وسموس من غير فريكشن من غير كبير واحد ويقدر يستحمل ايه يا اولاد كومبريشن تعالوا نفكر مع بعض الكارتج ده نوع من انواع الانسجه الموصله لسنا كونكتيف ديش واحد الكارتج بتاعنا دوت طف بس ريزيليانت ليه
فشكله زي الايه رابر كده تمام. الكارتريج ما بيمشيش فيه أوعية دموية صح كده ولا لا؟ الكارتريج تركيبته ثلاث حاجات. ايه ثلاث حاجات؟ المادة الغضروفية نفسها اللي هي ماتريكس، وخلايا اسمها كوندروسايت، وألياف مش كده ولا لا؟ فايبر أيا كان نوعها. الكارتريج دي وظيفة جسم الإنسان ولا ملوش؟ الوظيفة وظيفة وظيفة تخلي الأسطح ناعمة، تقلل الاحتكاك، يستحمل الضغط، مش فينا ذا كلام؟ ده الكارتريج بتاعنا، مش فينا ذا كلام؟ تمام. أرجع تدخل كم نوع كارتش في جسمنا؟ أنا بتقول سبع الألياف اللي دي. لو الألياف مطاطية قوي يبقى اسمه بلاست. لو بلاست بيضة قوي كده اسمها وايت فايبرو كارتش. أما لو كانت كارتش زي الدزاز كده اسمه هايلاين كارتش. اللي عندنا كابتن الكارتش دلين. هنبص مع بعض وشوفوا تقدروا تفتكروا تقول إيه. الثلاث أنواع اللي في الورقة دي أنا بصيته كده معايا. الأولاني ده اسمه إيه لو ما كده؟ هايلاين اسمه إيه؟ Highline is for red, highline is for in, highline is for in, highline. كلمة highline يعني دلوقت الشيء زي الإزاز كده. الإزاز الإزاز اللي هو الهايلاين دوت كمية الألياف قليلة أوي. وبالتالي لو عديته كده يعدي منه الضوء زي الإزاز. بس ما تقدرش تشوف من خلاله يعني. إنما يعدي ضوء فبتقول إن هو إيه لما كده؟ دلوقت الهايلاين زي الإزاز كده. ده الهايلاين كارت. ما كانوا فين في جسم الإنسان؟ بلاش تبصوا معايا كده للطلبة الصحيين. لو قلت معكم ان انا عندي كارتش هيوصف انه ايه يا ولاد؟ هايلاين كارتش وحد سرحان والناس هتبص كده معايا قد ما نقول مع بعض ادي عنوان لو حد شايفه يبقى استاذ قوي. ايه الكلمه المكتوبه دي؟ هايلاين كارتش. اكبرت سنك كده وشوف هتقدر تشوف ايه. يبقى الكلمه اسمها ايه المكتوبه دي؟ هايلاين كارتش. مكتوب ايه اللي بين القوسين ده لما كده؟ كلاس هاي زي كده. الهايلاين كارتش ده موجود في جسم الانسان فين؟ بصوا الكلمه دي لو حد قدر يقول عليها يبقى معلم. في الديفلوبينج بول في مين لو معاك كده ولاد في الفيتر. لو حد يعرف مين هو كلمه فيتر يبقى معلم. العيل في بطن ام. انا عندي في جسم وانا عندي 8 اسابيع في بطن امي مش كامل لا بيسحر عندنا او يمكن من الرابع كمان في بعض الاب. كل ما كان كل عظمه من العظم اللي في جسمك ده هيومرس ريديوس الما في مرئين كان اسمائهم بيسحر مكانه موديل من الكارتش. الكارتش ده نوع اللي ظهر هايلاين. يبقى جسمينا كله واحنا عندنا اربع اسابيع في بطن امنا هيسهر اكام للعظم كده. الكارتش ده نوع ايه لو ما كده؟ هايلاين نوع ايه؟ هايلاين نوع ايه؟ هايلاين. الكارتش الهايلاين يتميز بقله الالياف جواه، يعني اغلبه خلايا وماتريكس، اغلبه ايه؟ خلايا وماتريكس، اغلبه ايه؟ خلايا وماتريكس، بس الفايبرز قليله جدا فيه، ماشي. الهايلاين كارتش ده ما كانوا كده في جسمنا واحنا قاعدين مع بعض كده، قالوا ايام ما كنت في بطن امك كان كل عظمك ده شكله ايه لما كده؟ كارتش. طب وانا بتولد مين؟ قال ده بيبدا يتحول لبون. هبص مع بعض للشطار بس، خليني ابص في الارض شويه وليه؟ لو جينا احنا مع بعض للطلبه الشطار بتاعتي بس ما حدش سرحان، المنظر ده بقى صوره متنقيه لنا. ايه الصوره دي؟ قالوا ده عظمه بدات تبقى شكلها ايه ولاد لما كده؟ كارتش. تمام. العظمه ديت على سن 8 اسابيع بتبدا يظهر فيها جزء بون جزء بون جزء بون لغايه يوم الولاده. يوم الولاده لو حد مات هنلاقي ان العظمه جسمها كله كاربون، انما الاند اللي فوق والاند اللي تحت لسه ايه ولاد؟ كارب. بيبدا بعد الولاده تتحول العظمه بتاعتنا دي ايه ولاد لما كده؟ لبون تاني. الاند دي يبدا يبقى فيها بون بس لسه في ايه لما كده؟ كارب. يبدا تكبر تبقى 7 8 6 سنين ايا كان، سطحها لسه كارتلج وبقى فيها حته بون وحته بون ولسه بينهم قرص من الكارتش. لو حد يقدر يقول لي اسمه ايه قرص الكارتش المكتوب ده؟ اديله ربع جنيه. ربع جنيه. ربع جنيه اسمه ايه بقى؟ ايبيفيزيا بليت. اسمه ايه؟ ايبيفيزيا بليت. هستغل ذكائكم ثلاث دقايق في نوبل. انا بص يا ولاد الناس الاذكياء جدا 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 اللي بتفهم كويس ما تبص معايا هنا. لو انا قلت ان انا عندي عيل في بطن امه وحد سرحان. العيل ده بطن امه ظهر موديل من الكارت مش كده ده ضريب بس ده كارت. الكلام ده لغايه 8 اسابيع ماشي. بعد كده يحصل ايه؟ يبدا يحل محله ايه وايه؟ بون. لو العيل في بطن امه عنده ايه؟ ويكس. خلاص. بدا العيل يتحول لبون. البون ده يحصل ايه؟ قالوا العظمه ديت او الكرش اللي انت عامله ده يا دكتور
قدام الكارتج كده، بس النص ده بدأ بون. تتولد من بطن أمك كل ده بقى بون، إنما مين اللي لسه كارتج؟ الإند دي في الإند. خلاص؟ يعني عايز لسه مولود النهاردة وإيه؟ وشرحناه. وهنطلع أي عظمة من دول نلاقي إيه؟ من فوق غضروف كامل كده، ومن تحت غضروف وجسمها بون. العيل ده ما ماتش وكمل في الدنيا سنة اتنين تلاتة، هلاقي بدأ يحصل إيه؟ هلاقي إن أنا فوق بدأت تبقى إيه لما كده بون، لحد السرحان من الشطار ده بدأ يبقى مين؟ بون. وده كله بون، وتحت ده بون. قالوا بس لسه في حتة بتطرقع ديت وديت وكمان السطح دوت والسطح ده. تمام. العيل دوت مثلا 7-8 سنين مات وخدته شرحت، هلاقي سطح العظم عليه كارت وحتة عظم وحتة كارت وحتة عظم وحتة كارت وحتة عظم وكارتش كارت. الكارتش دوت بيرمي لغاية موتك، واسمه articular cartilage. كلمة articular جاية من articulation، من الاتصال، عشان العظمة دي هتقابل العظمة دي ما تحطش في صحبها قوي، يبقى هيرمين كارتش على السطح. هتسمى ايه الكارتش اللي هيرمين على السطح ده؟ هسميه اللي على السطح ده articular cartilage، اسمه ليه؟ articular cartilage. الناس اللي عندها ضمير وبعضنا عنده وبعضنا ما عندوش، لو تلاقيكم كتاب المنظر بتاع ده ولاد في رسمة زي دي هنا كده بس صح كده، رنا كده بس تتقلب وقرينه كده لو قرينه دي. articular cart ده بيحصل له خشونه وتآكل لما تكبر في السن، ده بيعيش معانا لغايه ما نموت لو احنا صحتنا كويسه. اسمه ايه الكارت ده؟ articular cart. يبقى سطح العظمه هيجنين كارتش عليه، اسمه ايه؟ articular cart. اسمه ايه؟ articular cart. طب تمام اللي جاي. قالوا الكارت ده هيرمين وبرده ده هيرمين. طب الكارت ده اسمه ايه بقى؟ هقول اسمه ثلاث مرات وانت تقول الثالثه. epiphyseal اسمه ايه؟ epiphyseal. اسمه ايه؟ epiphyseal. اسمه ايه؟ epiphyseal. مره اسمه ايه؟ مش اسم حرام، اسمه ايه؟ epiphyseal. بليه اوف كارت، بليه ينطب. الاذكياء اللي قاعدين قدامي يسمعوا كويس بقى. الواحد يطول، يطول ازاي؟ قال له دكتور يطول كده، مش محتاجه فن. العظم دوت موجود وعليه الكارت بتاعه. الإبتزيل بليد ده هو طبقة خلايا تتقسم تبقى اثنين، واثنين يتقسموا لأربعة كده ويعملوا كده. طب بقيتها دي عظم حد سرحان وبالذات لو ناوي يبقى. ومن تحت البليد اللي تاني برضه عمال يتقسم، وبعد ما كان طبقة يبقوا طبقتين أربعة زي ما أنت عايز، زي عايز زي ما أنت عايز. لو حصل الكلام ده يبقى العظم بتطول ولا ما بتطولش؟ لو ما كده بتطول. الجزء ده اللي قريب من الشاف من جسم العظم بيتحول لجون، وغيره يتعمل ويتعمل ويتعمل. واحد يحصل يا ولاد لغايه سن 18 في الستات و20 في الرجال، كل الكارتل ده يتحول لبون، وكل الكارتل ده يتحول لبون، والعظمه تتوقف عن مين لما كده النمو. يبقى انا عايز اسال سؤال بس انتوا مش هتجاوبوه. تلاقي فين هايلاين كارتلج؟ قالوا العيل في بطن امه عنده هايلاين كارتلج، ولما اتولد اتولد بعظمه وعليها هايلاين من فوق وهايلاين من تحت، ولما بدا يحصل بون فوق وتحت بقى في articular cartilage ده هايلاين، وبليد اسمه epiphyseal بليد ده هايلاين. بس epiphyseal بليد ده بيجي فتره ويتحول لمين لو كده؟ لبون، ويبقى اختفى هو كمان. وبالتالي الواحد بيجي على سن معينه توقف عن نموه، مش كده برضه ولا لا؟ عيل عنده 8 سنين ومات، اطلع العظمه بتاعته الاقي عليها ايه من فوق؟ articular cart وحته عظم وقرص epiphyseal bleed. تمام؟ وبعد كده عظم epiphyseal bleed تاني وعظمه وارتيك. صح كده ولا لا؟ العيل دوت لو وصل 20 سنه راجل او 18 في الست هتموت، وطلعت عظمه وشرحها الاقي ايه؟ articular cartilage وarticular cartilage وعظمه. هسالكم سؤال، الهايلاين كارتج هو كارتج الزوجين؟ الهايلاين كارتج كارتج الزوجين. هنلاقيه فين في جسم الانسان؟ نقدر نقول مع بعض ولا لا؟ هنلاقيه بقى الناس اللي صاحيه معايا اكتبوا لنا فتوى سعيده، تقول فين وفين وفين؟ هنلاقيه فين؟ في الطفل اللي في بطن امه في الفيتس. الطفل اللي في بطن امه اسمه ايه؟ فيتس. طب لقيت الكارت اللي اسمه articular، اللي اسمه ايه؟ articular، اللي اسمه ايه؟ articular. وفي البنت اللي اسمه ايه؟ epiphyseal. في اماكن ثانيه الحنجره اسمها لامس، مليانه كارتس من كده. التركية القصبة الهوائية فيها كارتج هايلاين بارد.
الضلوع فيها حصلت حوالي فرق في أولين الأمثلة زي الأمثلة دي ودول اللي اختصرناهم في الكتابيات. أنا أسألكم سؤال لو جاوبتوا عليه بس أنا عارف إنكم مش هتجاوبوا. الناس الأساتذة تقدر تقول لي بقى للناس اللي عندها ضمير الله لو بتفهموا بس هو كان صعب بصراحة. إيه دي؟ وإيه اللي بدأ يحصل هنا؟ وإيه اللي حصل هنا؟ وإيه اللي هنا بقى؟ أنا أسأل سؤال في عظمة واحد لسه بينمو حتى كان في أدرسنس يعني لسه بينمو وحد قال لي مين اللي فوق ده يبقى معلم؟ ارتيكيولار كارت وين صح؟ وده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه؟ ايبيثيليال وده جسم العظم وتحت فيه ايبيثيليال تاني وعظمه ثانيه وكارتج اسمه ارتيكيولار كارت. هل لو حد فينا توفاه الله دلوقتي مش كده لا منكم هيبقى عنده ايبيثيليال؟ اه ممكن ايبيثيليال ما انت لا لما بيجي لك كلهم عندهم هل انا عندي؟ اه طبعا لسه صغير انت طب مجاملة حتى في تحت نعمل كده البعض اسمها ايه لما كده ابن اسمه ايه لما كده ابن اسمه ايه ابن زي ما تقول عن النمو صح الكلام ده لا الناس اللي باصه كده بالصورة ديت بس مش مهم قوي دي الحنجرة على فكرة الحنجرة دي كلها هايلاين كارد ما هذا حاجة اسمها لسان المضمار اسمه ابيجلوتس بتاع نوع تاني انما كل دي الحنجرة الحنجرة بالانجليزي يعني ايه لا رينز اسمها ايه؟ لا فالحنجرة بتاعتنا اللي احنا بنتكلم فيها كلها من انهي انواع كارتش ولاد الهايلايت وبرضه لو بصيتوا كده الصورة كده معايا بس حتى سامحين عملنا كده ادي ده الرئة بتاع ادي مش هو كده كده يمكن تشوفوها واضحة ده كارتش ومين ولاد لا رينز اسمه ايه؟ لا رينز اسمه ايه؟ لا رينز اللي هي الحنجرة اللي انت صندوق الصوت وتحت اللانكس بتبقى في انبوبه اسمها تراكيه اللي هي القصبه الهوائيه مقطوعه بقيتها دي برضو فيها كارتج من اي نوع ولاد الهاي لاين كارتج هنا ده كلام قبل الانتاج في نوع تاني بقى من الكارتج اسمه وايت فايبر كارتج الوايت فايبر كارتج اللي انا قفلت كده عشان اجيب في الكمبيوتر شويه قالوا ليه؟ الوايت فايبر كارتج الطلبه الصحيين كارتج مليان كولاجين فايبر الكارتج ده وجود الكولاجين فايبر فيه الالياف البيضاء بيبقى عنده قوه جدا على تستحمل شد التنسايل شد عليه قوي هقول لكم حاجه مش شطار قوي اللي هي اسد الطب بنقول يا ولاد لما كده الناس اللي عندها ضمير تقول لي كده بس محدش يسمع بجد المنظر اللي كان هنا كده ده العمود الفقري بتاعه ده فيرتبراي ودي فيرتبراي منهم ديسك اكيد ما حدش من اللاعبين قدامي ما سمعش عن انزلاق الغضروفي اللي في الرقبه في الرقبه في الظهر ايه الانزلاق الغضروفي دوت؟ احنا عندنا العمود الفقري فقرات والفقره بالانجليزي يعني فيرتبرا تمام بحط فيرتبرا على فيرتبرا مين اللي بينهم؟ قرص القرص ده اسمه انتر فيرتبرال ديسك اسمه ايه؟ انتر فيرتبرال ديسك كلمه انتر يعني ما بين بين الفقرات يبقى اسمه ايه؟ انتر فيرتبرال تمام الناس اللي عندها دم وضمير واغلبنا عندهم لو انا عملت كده معاكم لقيت انكم صاحيين قلت دي فيرتبرايا ودي فيرتبرايا ثانيه دي عظم ودي عظم دي فيرتبرا ودي فيرتبرا كلمه اسمها فيرتبرا اسمها ايه؟ فيرتبرا وفيرتبرا جماعه فيرتبري يعني محدش يقول فيرتبريات مش كده فيرتبرا جماعه اسمه ايه؟ فيرتبرا تلاقي ايه؟ لو الفيرتبرا دي والفيرتبرا دي حاطين بينهم قرص من الكارد القرص ده اسمه ايه؟ انتر فيرتبرال ديسك اي واحد فينا بقى من الناس اللي عندها دم وضمير انت بتتني كده وبتتني كده وبتتني كده وبتتني كده العمود الفقري بتتني الفيرتبرا دي بتتني على تحتها مين اللي منها؟ الديسك اللي جاي ده للتسكيه بس وباقيين يبصوا في الارض لو حطيت الديسك ده كانه بيجيلي كده والفيرتبرا وانا بدي وسط كده الناحيه دي من الديسك بيحصل لها ايه والناحيه دي بيحصل لها ايه في نفس الوقت ناحيه بتتضغط وناحيه بتتشد الكارتريج يقدر يستحمل الكومبريشن والتنسايل فورس تنسايل يعني جس تنسايل يعني جس لازم يبقى فيه فايبر قويه الكولاجين فايبر الكولاجين فايبر دي موجوده بكميه كبيره توصل الكارتريج في بعضه وبالتالي يبقى الكارتج متماسك اكتر يستحمل حاجات غريبه ده انت بتبتني كده وبتبتني كده وبتبتني كده وبتبتني كده الحركات دي كلها معاها الناس بيحصل ايه؟ الطحن بينهم وتشد كده وتضغط لقدام فتركيبه الانتر بريزنتال ديسك نوع اسمه وايت فايبرو كارتج ايه معنى كلمه وايت فايبرو كارتج يعني كارتج
ملياه الياف بيضاء، والالياف البيضاء دي موجوده بين الخلايا اللي شعر الست اللي وقع دوت، وتبقى لوحه كولاج، اللوحه ايه؟ كولاج، ودي تدي له قوه غير طبيعيه لتحمل الضغط. في نظر كده يبقى في نوع كارت اسمه وايد فايبر كارت، اسمه ايه؟ وايد. نبص كده مع بعض وشفت تقدروا تفتوا فتره سعيده ولا لا؟ اللي عندي ده للطلبه الصحيين، انا عارف انكم اشطر مني وهتقولوا لي كده. لو سألتكم سؤال وطلعتوا جدعان في مرة بحكوا كده قلنا ايه بقى؟ بص الفتوى اللي هقولها دي. أولاً ده كان اسمه ايه؟ هايلاين. الله تاني بقى لو حد قال لي اسم تاني بقى ايه؟ وايت كروكار. أنا عارف إنكم ما بتشوفوش زي أكبرها سنة. اسمها ايه بقى؟ وايت كروكار. الكونتين يعني ما شاء الله بيحتوي ايه بقى لما كده؟ لارج اماونت من اني فايبر كولاج. لو حد كده لسه عنده ضمير وبيسمع كويس هيقول لي ايه؟ ذيس كارتج ستاف جامد وهذا كريت تنسيل يعني يستحمل الشد الجامد، تنسيل سترينس للشد الجذب على الجامد يستحمله مش شكرا. طب ما كانوا فين الكارتج ده لو معايا كده وليه؟ بحد السرحان انا دكتور موجود في العمود الفقري عند ديسك اسمه ديسك الموجود ده بحد السرحان انتر. شايفين الكلمه ولا لا؟ انتر في كلمه انتر بتعتبر ديسك باينه كده مثلا في ايه؟ يبقى هنا في نوع من الكارتج اسمه ايه؟ هو ده وايت فايبر كارتج. وايت فايبر كارتج. وايت فايبر اسمه وايت ده بحطه في مكان
لفايده وده احطه في مكان لايه؟ طيب لما ودني دي هتبتدي كده على المخده وانا نايم اقوم تجربها تاني، مش كده بقى؟ يبقى لازم تبقى فيها الاستيستي، لما تتدلق على وشك كده وانت نايم مناخيرك تخش لجوه كده، تصحى تجرج على المكان، فيبقى الكارت ده نوعه ايه لو كده؟ يلو الاستيك، طبعا نوز بالانجليزي يعني ايه؟ نوز، مش عارفين نوز يعني ايه؟ أنف يعني مناخير يعني، طب أوركل طب هو القدر، بصوا الكلمة دي للطلبة كلية الطب العظماء مكتوبة كلمة اسمها إيه اللي هنا دي أو ليه؟ قالوا إيه؟ التيب أوف ذا نوز قمة النوز، الله لو حد فينا عنده ضم ضمير وده اسمه سوان الأذن اسمه إيه؟ أوركل، سوان الأذن اسمه إيه؟ أوركل، سوان الأذن اسمه إيه؟ أوركل اسمه إيه؟ أوركل اسمه إيه؟ حسب السؤال قبل ما تيجي الشارج، كم نوع من أنواع الشارج؟ ثلاثة الكلمة دي هتبقى على البورد وانا عارف انكم مش هتعرفوها عشان انتوا ايه غلابة اسمها اوسيا. ايه ده؟ طب يلا بقى نصعب عشان مش هتعرفوا دي اسمها اوسيفيكيشن. ايه ده؟ فحصوني اوسيا. اسمح لي اسلم عليك. الو بهدل. لا اوسيفيكيشن اللي طالب في كلمة اسمها اوسيفيكيشن. انت حزانة رسم دوت في الخبيط دي واقول تصنيع العظم اسمها ولاد اوسيفيكيشن. وبالتالي فرق كلية الطب العظماء في كلمة اسمها أوستي